المصري هيدوم للأبد. إن شاء الله. مش غرض تاني للمائدة دي غير إن محبتنا ووحدتنا هتفضل للأبد. عايز كمان أهني باسمكم كل شعب في مصر برمضان المبارك، يا رب السنة الجاية يعيدوا على أخواتنا في سوريا واليمن والعراق وليبيا وهم بخير وسلام ويبطل كل الحروب. رجاء خاص من كل الإخوة الإعلاميين، رجاء خاص من كل الإخوة الإعلاميين. طب هات حد كده يا جماعه، حد هات شويه. Thank you.